بكم يا أحبتي الصغار، معكم نجمة الرياضيات في العدوية. اليوم سوف نتعلم الضعف والنصف مع مادة الرياضيات الممتعة. والآن مع التعلم القدري. والآن هذه المسألة نريد أن نأتي بها بطريقة سهلة جدا. أولا سننظر إلى المسألة ونجمع الأعداد المتشابهة. 6 زائد 6 يساوي 12. إذا 6 زائد 6 هو ضعف 6، والثمانية بقيت سنجمعها مع 12. هذه هي المسألة مع أزواج العشرون، لكن الناتج هو 20. يا ترى ما هو الضعف؟ هو ضعف العدد نفسه مرتين، أو ضعف العدد هو العدد في 2. أوجد ضعف الأعداد التالية. أولا ما ضعف 9؟ سنجمع 9 مرتين. 9 زائد 9 يساوي 18، والاثنى عشر الاثنان هو 1، وهذه في العشرات، هذه 10. سنجمع ضعف الاثنان هو 4، لكن كيف الطريقة؟ 2 زائد 2 يساوي 4، والعشرة ضعفها 2، 20، لكن كيف الطريقة؟ 10 زائد 10 يساوي 20، وسنجمع الأربعة مع العشرون ويساوي 24. ما ضعف العدد 36؟ أولا هل هذا آحاد أو عشرات؟ هذا هو آحاد، والثلاثون هل هو عشرات أم آحاد؟ هو عشرات. هذا كم ضعفه؟ ضعفه 12، لكن كيف الطريقة؟ 6 زائد 6 يساوي 12، والثلاثون كم ضعفها؟ 60، لكن كيف الطريقة؟ أولا سنجمع 30 مرتين، 30 زائد 30 يساوي 60، وهكذا ها ضعف الأعداد. لقد نسيت، سنجمع 12 مع 60، اثنان وصفر 2، 1 و6 7، إذن هذا الناتج 72. ضعف العدد الذي يمثله المواد الأساس 10 هو، أولا سنعد هذه المربعات الصغيرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، إذن هذه 9، وهذه العشرات، وهذه الآحاد، إذن سنقول 10 20 30. سنكتب 30، وهنا المئات، سنقول 100 200 200، سنكتب 100 200. ثم ما ضعف 9؟
سنجمع التسعة مرتين يساوي 18. إذا ضعف هذا العدد 18. وهذا هو العدد 30. ما هو ضعفه؟ سنجمع 30 مرتين. صفر وصفر صفر، 3 و3 6. إذا الناتج 60. مئتان، سنجمع المئتان. الصفر والصفر صفر، الصفر والصفر صفر، 2 + 2 = 4. إذا هذا 400. سنجمع 18 و60. الثمانية والصفر يساوي 8، والواحد والستة يساوي 7. إذا الناتج 78. وهذه وحيدة، سنجمعها مع هذا العدد. الثمانية والصفر 8، والسبعة والصفر 7، والأربعة سنكتبها. إذا الناتج 478. ما هو النصف؟ هو نصف العدد على الاثنان. مثلا نصف الاثنى عشر هو 6. أوجد نصف الأعداد التالية: العشرة. سنقوم بتقسيم العشرة مع الاثنان. سنرسم 10 وسنقسمها بالنصف، سيكون 5. سيكون نصف العشرة 5. سننتقل إلى المسألة الثانية، وهي 86. هذا هو 1، لكن نصفه 3، وهذه نصفها 4. 40. وسنجمع هذان العددين: 3 و0 3، والأربعة سنكتبها. إذا 86 نصفه 43. سننتقل إلى المسألة الثانية، ثالثة، وهي 53. الثلاثة، سنرسم 3. سنقسم هذه مجموعة وهذه مجموعة. سنقسم هذا المربع الصغير ويكون نصف. إذا سيكون نصف الثلاثة 1.5. وهذا هو 50. عشرة، 20، 30، 40، 50. هذه مجموعة وهذه مجموعة. تبقت 10. سنقسمها. هذا 20 وهذا 20. هذه له 5 وهذه له 5. إذا كم نصف 50؟ 25. سنجمع الواحد والخمسة 6، والاثنان سنكتبها. إذا هنا النصف. وداعا أصدقائي، وداعا أحبائي.